لا خوف على الفكرة الاتحادية التي ستبقى منارة تهدي خطواتنا نحو وطن للجميع ومن أجل الجميع، وهو ما جسده شعار مؤتمركم. شبابنا الاتحادي قرر كما تعلمون منذ مدة عقد المؤتمر الوطني التاسع، وشكل لذلك لجنة تحضيرية. هذه اللجنة التحضيرية والمجلس الوطني وصلوا جميعا للتوافق حول مجموعة من الوثائق وحول مجموعة من البرامج، وعلى رأسها الشعار الذي وضعوه للمؤتمر. المؤتمر تيمر تحت شعار كرامة حرية مساواة. كرامة حرية مساواة تستمد كما بدا لي من شعارنا التاريخي الحزبي، تحرير ديمقراطية اشتراكية. ما الفرق؟ كل لا شباب اليوم ولا شباب الأمس، اللي أسس الشبيبة الاتحادية وكنت في النواة الأولى لهذا التأسيس، يمكنني أن أقول لكم أننا انطلقنا من شباب ناضل بالمناشير إلى شباب سيناضل اليوم وفق الثورة الرقمية. اليوم المطالب وجماعات الضغط والتعريف بالبرامج كلها تتم من خلال الثورة الرقمية والفضاءات التي تتيحها. ما لا شك فيه أن أكسب، أو يمكن نقول أهم مكسب طلعت عليه من خلال قراراتي ونتائجي أشغال اللجنة التحضيرية، هو ما اختاره شبيبتنا انسجاما مع ما جاء في الخطاب الملكي السامي حول المناصفة وحول المساواة، إذ قرروا شباب باش الأجهزة القيادية التي ستقود المنظمة مستقبلا ستؤسس أو ستنتخب على قاعدة المناصفة. اليوم الشبيبة الاتحادية تعقد مؤتمرها الوطني التاسع تحت شعار كرامة حرية ومساواة. طبعا مؤتمرات الشبيبة الاتحادية هي لحظة لتجديد الأداة التنظيمية، لحظة للبحث عن إجابات محورية حول الأسئلة اللي كيخدموها الشباب المغربي بصفة عامة. طبعا حاجيات الشباب المغربي اليوم ماشي هي حاجيات الأمس، لذلك أداة تنظيمية خصها تكون أداة مرنة تستجيب لهذه الحاجيات. طبعا المقررات جات بأشياء مهمة جدا. اليوم الشباب الاتحادية كأول منظمة شبابية حزبية جات بمبدأ المناصفة. اليوم نتحدث على أن جميع أجهزة المنظمة ستحترم فيهم مبدأ المناصفة. طبعا الشغال كان على مجموعة الجوانب، الجانب ديال التواصلي. اليوم الشبيبة غيرت هويتها البصرية، طبعا انفتاح على الديجيتال، انفتاح على لي زوتي اللي حاضرين فيهم الشباب باش نقدروا نكونوا منظمة واحد البنية حاضنة لجميع تطلعات الشباب المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنشكر القناة أو المجلة ديال أخبارنا على هذا السؤال اللي هو سؤال جوهري. وكتعرفوا الشبيبة الاستقلالية والعلاقة ديالها بالشبيبة الاتحادية اللي كتعتبر ما بين أعرق الشبيبات اللي على المستوى الوطني بجانب الشبيبة الاستقلالية بطبيعة الحال. وكتعرفوا علاقة حزب الاتحاد الشراكي القوات الشعبية بحزب الاستقلال، وكتعرفوا العلاقه ديال القادات السياسيه ديال الاحزاب بجوج على مر الزمان. واليوم حنا الحضور ديالنا من اجل الدعم الكامل لا مشروط للشبيبه الاتحاديه، واللي كيكون عندنا معها واحد التنسيق كبير لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الوطني. وكنباركوا الخطوات اللي كدير الشبيبه الاتحاديه في كل ما هو مستقبلي ان شاء الله. وشكرا. اليوم حنا بصدد الحضور للجلسه الافتتاحيه للمؤتمر ديال الشبيبه الاتحاديه، الشبيبه اللي كانت دائما
كان عمود فقري ديال هذا الحزب واللي كانت الخزان اللي كيمدوا بالاطر ديال المستقبل التفكير. اليوم حنا في محطه مفصليه بعد المؤتمر اللي كان ناجح واللي كان بطبع جهوي في فتره ديال الكوفيد. اليوم الشبيبه تحضر على الصعيد الوطني من كافه الجهات بنفس اخر، نفس المستقبل لبناء الحزب ديال الجهات، بناء حزب بقضايا جديده، قضايا اللي كتهم حقوق الانسان، قضايا اللي كتهم البيئه، قضايا اللي كتهم البجل. دائما القضايا الكبرى ديال الديمقراطيه والمساواه حضره عندنا. اهم حدث الى سابقه اليوم الشعار هو المناصفه في كل الاجهزه ديال تحقيق المناصفه في الاجهزه ديال الشبيبه. وهذا ما يمكن لنا الا نعطوا رساله للمستقبل، رساله لبعث الامل. كما قلت، انعقاد المؤتمر ديال الشبيبه في هذا الوقت في الدخول السياسي رساله ايضا ان الحزب بكل الالويه ديالو، النساء، النقابه، الحزب يساهم في ديمقراطة البلاد ديالنا ويساهم في الاجوبه على القضايا. الشبيبه كانت ايضا رافد من الروافد المهمه واللي لعبت دور مهم في القضيه الوطنيه. كنعتبروا اليوم في السنوات الاخيره كنقدروا نقولوا الشبيبه الوحيده اللي بقات تجول العالم دفاعا عن القضيه الوطنيه، حاضره في المنتديات ديال الاشتراكيين الديمقراطيين، في المؤتمرات ديالها، وكانت سد مانع امام الخصوم ديال الوحده الترابيه. اذا اليوم تجديد الهياكل ديال الشبيبه هو اعطاء دماء جديده، هو افق جديد، ونعول عليها في المرحله القادمه في ان شاء الله 26 يقولوا الكلمه ديالهم. بارك الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.